السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مقطعنا الجديد من مقاطع كلمات هامة في اللغة الإنجليزية والفرق بينها في الاستخدامات. اليوم إن شاء الله بنستعرض مع بعض كلمتين مهمتين جدا كالعادة. كلمة advice بحرف السي، ودي كلمة اسم بمعنى نصيحة واسم غير معدود لا يعد. بنقول مثلا He gave me some advice. He gave me some advice. أعطاني بعض النصائح. الكلمة الثانية هي كلمة advise بحرف الإس، ودي فعل بمعنى ينصح. نقول مثلا He advised me to study hard. He advised me to study hard. هو نصحني إن أنا أذاكر كويس. يبقى في فرق ما بين advice بالسي، ده اسم بمعنى نصيحة، اسم غير معدود لا يعد uncountable noun، والفعل advise بمعنى ينصح، ويأتي بعده to وفعل بدون زيادة. زي ما قلنا he advised me to study hard. He advised me to study hard. اوكي، ناخد كمان مثال للتوضيح. نقول مثلا can you give me some advice. Can you give me some advice؟ هل ممكن تعطيني بعض النصائح؟ ده هنا اسم. ونقوله I advise you to help your family. أنا بنصحك إنك تساعد أسرتك. يبقى عندي فرق مهم جدا ما بين كلمتين همتين كالعادة، كلمة advice وكلمة advise. وإن شاء الله بحط لكم أمثلة للتوضيح وزيادة الشرح. أتمنى تكونوا استفدتم من مقطع اليوم وكلمتين اليوم، ونستخدمهم كمان بصفة مستمرة عشان نرسخ المعلومة في أذهان. شكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم في مقطع آخر. السلام عليكم.